من لم يكن 22 فهو كافر. واضح. لأن القضية واضحة، من أنكر واحدا من 12 كان كمن أنكرهم جميعا، أو من أنكرهم جميعا فهو أشد كفرا من إبليس. الإسماعيلية كلهم لا يؤمنون بالاثني عشر. الزيدية، الزيدية لا يؤمنون بالاثني عشر، هؤلاء كفار عندهم. بل حتى كما قلت الاثني عشرية أيضا هناك من يكفر بعضهم بعضا. خرجت من رحم الاثني عشرية البهائية، خرجت من رحم الاثني عشرية البابية، ويكفرونهم ويكفرون وهم يكفرونهم، يعني بينهم تكفير، يكفر بعضهم بعضا، والله المستعان. وبين نفس الأصولية والأخبارية هم بينهم كلاهما اثني عشرية يعني. نعم.